تنفيذا لتوجيهات السيد محافظ نينوى المحترم وحرصه الشديد على ديمومة عمل مشاريع الماء خلال فترة أيام العيد الفطر المبارك. أجرينا اليوم سلسلة من الزيارات للمشاريع العاملة في الساحل الأيسر في مدينة الموصل، حيث قمنا بزيارة مشروع ماء الزهور ومشروع ماء الأيسر القديم ومشروع ماء الأيسر الجديد، وذلك للاطلاع على آلية عمل المشروع والمشاكل والمعوقات التي تعاني منها هذه المشاريع، وكذلك تقديم التهنئة للكوادر العاملة والخافرة في هذه المشاريع. ومن المشاريع المهمة التي قمنا بزيارتها مشروع ماء الأيسر، والذي كان يعاني من انخفاض منسوب ماء النهر، لأن كوادر المشروع والكادر الهندسي مدير الماء تمكننا من إيصال الماء وتجاوز مرحلة المناوب الذي كان معمولا به في المشروع. ونعاهد لنا في محافظة نينوى بأننا مستمرون في عملنا ليلا ونهارا لإيصال الماء الصالح إلى أهلنا، وخاصة خلال أيام عيد الفطر المبارك.